من جديد ده بجد التحيه من كابتن ايمن شاوي وضيوفي الكرام وكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. جوكر من الجواكر المهمه جدا في النادي الاهلي خالد عبد الفتاح، يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء. خالد برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. خالد انضم للنادي الاهلي في شهر يناير، خلاص خالد مع الاهلي في المباراه النهائيه لدور ابطال افريقيا، حققت مع النادي الاهلي سوبر، حققت مع النادي الاهلي كاس مصر، وتطمح اكيد يا خالد ان انت تفوز بدوري ابطال افريقيا. اعتقد امور كتير جدا تمثل لك كتير وانت في بدايه انتقالك للنادي الاهلي، هتلعب المباراه النهائيه في دوري ابطال افريقيا. مرحب بيك جدا طبعا قناه الاهلي وضيوفنا الكرام. الحمد لله اول مره نهائي افريقيا، خدت سوبر وكاس، ان شاء الله تبقى ثالث بطوله باذن الله. شايف انك تلعب مباراه نهائيه مع النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا، جماهير النادي الاهلي متعوده على هذا الامر، لكن اكيد طموح وتحدي كبير جدا يا خالد. طبعا تحدي جديد ونهائي وبطوله افريقيا وماتش ان شاء الله، ماتش نفكر الاول في ماتش اللي هنا في مصر ان شاء الله نطلع بنتيجه ايجابيه، وبعد كده نفكر بقى في الماتش العودة. اهم الامور يا خالد اللي اتكلم فيها مستر مارسيل كولر معاكم، كان بيخشى ان انتوا الفريق يفتكر ان احنا خلاص حسمنا الصعود من المباراه الاولى، المباراه الثانيه كانت مباراه صعبه. مستر مارسيل كولر اكد ان الشوط الاولاني انتهى 0-0، وكان طالب منكم ان احنا نفوز في هذه المباراه، وده اللي تم بالفعل يا خالد. ده اللي تم طبعا الحمد لله. حذرنا قلنا 3-0 نتيجه خداعه، هتحس ان الماتش خلص والمكسب جه وهتفكروا في النهائي، دي اللي هتبقى مشكله. يعني لو فكرنا في النهائي قبل ماتش النهارده كانت هتبقى مشكله. الحمد لله ركزنا وكسبنا وسهلنا الامور على نفسنا بجون هنا، الماتش خلص الحمد لله بمكسب زي الفل الحمد لله. بيمثل ايه خالد عبد الفتاح ان مستر مارسيل كولر شايف خالد واحد من اللعيبه الجوكر بالنسبه له في مركز الظهير الايمن الظهير الايسر قلب الدفاع، واحد من اللعيبه اللي بيدي لمستر مارسيل كولر حلول ومرونه تكتيكيه؟ حاجه كويسه جدا ان اللعيب يحس ان المدرب واثق فيه، يعني فدي بتوصل لك انت ثقته، واحنا بنتمرن بقى وبنجتهد واي حته نلعب فيها الحمد لله. كابتن عادل عبد الرحمن في الاستوديو موجود طبعا مع الكابتن اسامه عرابي والكابتن هاني رمزي والكابتن اسامه حسني مع الكابتن ايمن شاوي. كابتن عادل كان بيشيد بخالد عبد الفتاح قبل انضمامه للنادي الاهلي، واضاف وقال انه واحد من اهم الصفقات اللي النادي الاهلي عملها في الفتره الاخيره. الحمد لله كل التحيه ليهم طبعا، وان شاء الله اكون عند حسن ظنه ولسه ما عملتش حاجه، يعني انا لسه ان شاء الله اللي جاي خير. قول ايه كلمه لجماهير النادي الاهلي؟ خلاص احنا عندنا لسه 3 مباريات في الدوري قبل مباراه النهائي ان شاء الله، تقول ايه للجماهير على دعمهم خلال الفتره اللي فاتت والفتره اللي جايه باذن الله يا خالد؟ مصر كلها شافت دعم الجمهور والاستاد كان متقفل ازاي، وده بان على اداء اللعيبه ازاي، فهي الكره للجماهير ديت حاجه ان شاء الله يعني تبقى موجوده والاعداد تزيد واحده واحده، وشكرا ليهم طبعا، هم داعم وسند طبعا النادي الاهلي طبعا. شكرا يا خالد، وباذن الله نبارك لك بعد الفوز والتتويج بالبطوله باذن الله. تسلم، الله يبارك فيك، شكرا. كابتن ايمن ده كان لقائنا مع خالد عبد الفتاح، واحد من اهم اللعيبه اللي انضمت مؤخرا للنادي الاهلي. مليون مبروك للنادي الاهلي، الان نحتفل، النادي الاهلي الان صعد الى المباراه النهائيه، ولكن دايما يا كابتن ايمن زي ما متعودنا من حضراتكم متعودنا دايما على مدار تاريخ النادي الاهلي احتفالنا بيكون بعد التتويج ان شاء الله بالبطوله باذن الله. النادي الاهلي يتوج بالبطوله ال11 لدوري ابطال افريقيا بمشيئه الله، سواء الاهلي لاعب صن داونز او الوداد، هننتظر باذن الله الاهلي من يلاقيه في المباراه النهائيه. من جديد تعود الكلمة للزميل العزيز الكابتن أيمن شاوي.